نحتفلوا بيوم الجهوي للعلم هو مناسبة بطبيعة الحال نحتفي بها بالمتميزين على المستوى الجهوي، إن شاء الله في المستقبل يكون عندنا متميزين على المستوى الوطني. هي مناسبة بطبيعة باش نحيي فيها العلم ونحيي فيها المتعلمين ونشكروا فيها المدرسين والأولياء بطبيعة الحال على الوقفة الحازمة بتاعهم. إن شاء الله في مناسبة أخرى تكون نتائجنا أحسن بكثير ويكونوا متميزين من بين أبنائنا، عددهم أكبر ومعدلاتهم أحسن إن شاء الله في مناسبة أخرى. اليوم هو يوم احتفالي لتكريم تلامذتنا المتفوقين وطلبتنا المتفوقين ولشكر المنظومة التربوية ككل من أساتذة ومن معلمين ومن طلبة وتلامذة على أنجاح وإداريين على أنجاح هذه السنة مع الدراسية والسنة الجامعية. إذن هو يوم احتفالي بامتياز ان شاء الله معتها طلبتنا متفوقين وان شاء الله تلامذتنا اللي نجحوا معتها يجيوا للجامعه كرئيس جامعه القيروان. اذا نفرحوا بهم ونوفروا لهم معتها مختلف الاختصاصات العلميه والادبيه والفنون والحرف والعلوم القانونيه والاقتصاد والتصرف، اذا اختصاصات متعدده ومتنوعه في جامعه القيروان. وكذلك فرصه باش نشكر ديوان الخدمات الجامعيه اللي معتها موفر زاده سكن للطلبه وموفر الاكل الجامعيه. اذا هو يوم احتفال لتوزيع الجوائز على المتفوقين ويوم فرح. ان شاء الله طلبتنا ديما ناجحين وان شاء الله نوفروا لهم معناتها يلقاو ما ينتظروا منا كجامعه القيروان وكوزاره التعليم العالي، وكذلك اللي هي الانطلاقه كما نعرف وتبدا من وزاره التربيه ومن الابتدائي الى الثانوي الجامعه. عشان ان شاء الله من حسن الى احسن. اليوم زي في اطار التتويج واليوم الاحتفال الجهوي يوم العلم، وبطبيعه احنا ان شاء الله على استعداد العوده المدرسيه جديده حتى زي مؤخر شويه بحكم الظروف. احنا اليوم بطبيعه هي جرت العاده والسنه في الاحتفال بيوم العلم تكريم النجباء الجهه والمتميزين في الامتحانات الوطنيه المتحصلين معدلات متميزه، وهي كانت برشا معدلات متميزه على مستوى القروان بالرغم ان على مستوى النتائج الوطنيه النتائج ما مش فرحانين بها. ما تشرفش الجهه لان القروان من رجال العلم والقروان معروفه بالشيء هذا. احنا ان شاء الله الناس كل تخدم في الاطار هذا سواء من السلطة الجوية ولا محلية ولا الإدارة المندوبية التربية الأطراف المتداخلة كل إن شاء الله تخدم على الشيء هذا وتقدم بالجهة وتشرف على مستوى الامتحانات الوطنية وتحسن نسبة النجاح بالرغم أن تعدت هي الامتحانات السنية بظروفها. ونزيد نجدد شكري سواء للسلطة الأمنية والعسكرية ولا الطرف الاجتماعي والسلطة الجوية والمحلية والأسرة التربوية بصفة عامة اللي ساهمت في نجاح الامتحانات الوطنية وكانت نجاحها امتحانات متميزة على مستوى سير الامتحانات وكان في ظروف طيبة جدا وفي تأمين حتى السنة الدراسية في الإطار هذا. كانت الأطراف المتداخلة كل مع الطرف الاجتماعي وساهم وحل برشا مشاكل ونشكره بالمناسبة لأنه عاون حتى هو في مسير السنة الدراسية لجانب السلطة الجهوية ومحلية والأسرة التربوية بصفة عامة. إن شاء الله العام الجاي نكونوا على مستوى القروان بهذا من واجبنا ومحمول على الناس كل ودعوتي على خاصة على أساس المندوبية التربية. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.